وللمتابعة في آخر الأوضاع الإنسانية في حلب ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف مراسل الأخبارية السورية من حلب أنس رمضان. أنس مساء الخير، يبدو أنس معنا عبر الأقمار الصناعية. أنس مساء الخير، وآخر الأوضاع الإنسانية لا سيما في موضوع المياه تحديدا، تفضل. يعني هنالك تطور كان تطور بارز جدا وتطور استراتيجي له انعكاسات جدا إيجابية على واقع مدينة حلب وأهالي مدينة حلب، وهو سيطرة الجيش العربي السوري والحلفاء على مضخات سليمان الحلبي التي دخلتها بعد ظهر هذا اليوم. المضخات التي كانت تتواجد فيها في وقت سابق جبهة النصرة الإرهابية التي كانت تعمد بين الحين والحين الآخر إلى إيقاف هذه المضخات، ما يعني توقف ضخ مياه الشرب باتجاه الأحياء الآمنة. المضخات باتت بعهدة الجيش العربي السوري، ومحافظة حلب سارعت بإدخال كل فرق الصيانة ورشات الصيانة لبدء عمليات الصيانة داخل هذه المضخات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ليس فقط منذ شهور أو سنين ما قبل الحرب، يعني ما قبل سيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحرب، وتعود هذه المضخات لتضخ مياه الشرب باتجاه كل أحياء مدينة حلب. هذه المضخات التي تعرضت أيضا في وقت سابق للاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي لم تتوقف فقط عند المضخات، بل طالت أيضا محولات الكهرباء. يعني بعض الزملاء أو أحد الزملاء يقول لي بأن القذائف تسقط في هذه الأثناء باتجاه المدينة القديمة، هنالك قذائف تسقط في المدينة القديمة، هي المرة الثانية في أقل من 3 ساعات التي بطبيعة الحال تستهدف المجموعات الإرهابية المدينة القديمة بالقذائف، وكان حي حلب الجديدة والفرقان أيضا تعرضت لاستهداف بالقذائف المتفجرة. في العودة إلى واقع المياه رانيا، كما ذكرت لك ورشات الصيانة دخلت إلى مضخات سليمان الحلبي وبدأ العمل فعليا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه. ربما تستغرق عملية الصيانة يومين أو أكثر، لكن بالمجمل العام هنالك يعني توقعات كبيرة بإعادة الأمور لما كانت عليه إن شاء الله. طيب فيما يخص موضوع الأهالي الذين خرجوا من أحياء حلب الشرقية، نتحدث عن الواقع الإنساني، بالتأكيد التقيتموهم، كيف تبدو الأوضاع الصحية والإنسانية لهم بعد هذا الخروج، وإلى أي حد كانت المعاناة كبيرة داخل هذه الأحياء؟ يعني أحد المدنيين الخارجين من الأحياء الواقعة شرق المدينة قال لي بالحرف الواحد بأن المجموعات الإرهابية المسلحة قبيل أن تهرب من الأحياء التي دخلتها قوات الجيش العربي السوري قامت بفتح مستودعات المواد الغذائية والإغاثية، وقامت بنقل ما يمكن لها أن تنقله وأحرقت الباقي. هذه المواد التي خبأتها وحرمت كل المدنيين داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة منها، ما أدى بطبيعة الحال إلى الجوع الكبير الذي عاناه أبناء أحياء حلب الشرقية نتيجة ما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة. إلى الآن يمكن القول بأن أكثر من 6000 مدني تم تأمينهم من قبل الجيش العربي السوري، قدموا من الأحياء الواقعة شرق المدينة باتجاه الأحياء الآمنة، أو يمكن وصف عملية خروجهم في بعض الأحيان بالهروب، لأنهم بعض الدفعات هربت من هذه المجموعات الإرهابية باتجاه نقاط الجيش الذي أمنهم ونقلهم عبر وسائط نقل خصصت من قبل محافظة حلب إلى السكن الذي أيضا جهز بكل الاحتياجات الخدمية والصحية وأيضا الإغاثية. هنالك بعض يعني المرضى بالنسبة للخارجين والقادمين من تلك الأحياء تم نقلهم إلى المشافي الحكومية، هنالك بعض الجرحى، يعني بعض الدفعات تعرضت لرشقات نارية من قبل المجموعات الإرهابية أثناء هروبها، ما أدى لاستشهاد 8 مدنيين وإصابة آخرين، أيضا نقلوا إلى مشفى الرازي الحكومي وأيضا حلب الجامعي. الأعداد بالمجمل العام هي في تزايد، يعني محافظة حلب على لسان محافظ حلب الذي أعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لاستيعاب هذه الأعداد، قال بأن المحافظة تعمل على استيعاب كل الأعداد، لا سيما بأن العدد يعني 6000، أكثر من 6000 أو 6000 مدني هي لا تشكل شيء فعليا يعني رانيا أمام الأعداد الكبيرة التي من المتوقع أن تخرج من الأحياء الواقعة شرق المدينة. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني كان هنالك حديث من قبل المحافظة بأن المحافظة ستعمل كخطوة ثانية على إدخال كل الورشات والخدمات إلى مساكن هنانو، يعني كمنطقة أولى. ومساكن هنانو إذا ما تحدثنا عنها نتحدث عن منطقة كبيرة جغرافيا، و
تعتبر من أكبر الأحياء الواقعة شرق المدينة، إذا ما عادت الخدمات إليها هذا يعني سيريح بنسبة كبيرة الضغط السكاني الذي يمكن أنه بدأ باتجاه كل المناطق. في كل الأحوال يعني أهلا بكل أبناء حلب، لأن حلب واحدة وهذا ما تعمل عليه مدينة حلب من خلال تخصيص السكن وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في تلك الأحياء التي طهرت وحررت واستعادت قوات الجيش السيطرة عليها، والعودة كما حدث في وقت في سيف الدولة والأعظمية والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها قوات الجيش وعادت الأهالي إليها. طيب أشكرك أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من حلب.